الله يرضى عليكم، هون باب رزق، بدكم تتخانقوا وتخانقوا برا، ما بدي مشاكل هون بالحمام. مو نحن اللي بنعمل مشاكل عمي ابو قاسم، بس هم مفكري ولاد عالم وناس. ايه مو انتوا عمي، مو انتوا. الله يجيب العوائل سليمه. سعدو امر، جيب طقم شاي للشباب وابعث لنا نارا. ايه ماشي. والله عجبني الفكرة. ها لا بيطلع معه. شو هالحكي يا اخي؟ اخت اخي زران نازلت عن الشكوى اللي مقدمتها ضدك، يعني هلا ما عاد في ملاحقة قانونية، فيك تفوت وتطلع مثل ما بدك. ما بيهمني تتنازل عن الشكوى، بدي اعرف وين هي موجودة، بدي عد مع حياتها. عم تفهمني يا ابن نبيل؟ بدي عد مع حياتها. محجوب، الحكي اللي حقلك يا هلا رح يغير لك رايك. ايوه شلون بقى؟ شوف بعينك. شو ها؟ هذا عقد زواج بين رمزي وخيزران، يعني اختك متزوجه على سنه الله ورسوله، وهاد عقد زواج موثق وانا طلعته بايدي من السجلات. ايوه لو هذا كلام صحيح يا سيد ابن نبيل ما كانت هربت من البيت. شو يعني مالك مصدق؟ هذا العقد مزور يا ابن نبيل، مزور، وهي بدها تنفذ معاملتها. إيه بس لا يا سيدي، ما رح تنفذ. الشريفة ما بتهرب. اختك خيزران اشرف من الشرف، بس هي هربت منك لانك قتلت رمزي. ايوه انت الثانية كمان جاي تدافع عنها؟ ولك يا بني ادم، هذا العقد موثق. شبك؟ هذا العقد مكتوب فيه اسم اختك وموثق من المحكمه وعليه الختم، يعني ما مزور. من الاخير عمي، هذا العقد باطل، وانا اللي عندي قلته. خيزران وسخت سمعه العيله، وانا بدي نظف سمعه عيلتي فيها. عم تفهموا لما لا؟ ايه مو على كيفك. اصلا انا جاي لهون لانصحك ما تاجرم بحق حالك وبحق اختك. أنا جاية أحمي أختك منك وبالقانون، عم تفهم؟ يلا أبو نبيل خلينا نمشي، أنا ما عاد فيني أتحمل هالعقول المريضة هاي. يا بني آدم، هاد ماله مزور، عم تفهم؟ مو مزور.